بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن حاجه اسمها جنرال انفورميشن اكيرنس ماشينينج، يعني بعض الحاجات اللي انت الاوبشن اللي ممكن تستخدمها في البرنامج واللي ممكن تقدر ايه تعدل بيها من ايه من حاجات انت ممكن تحتاجها. فعلى سبيل المثال مثلا ايه السيكنس اللي احنا بنتكلم عنه، في حاجه اسمها راديال سيكنس وفي حاجه اسمها اكسيال سيكنس. السيكنس اللي هو الاكسيال ده اللي هو موجود في الارضيه، لو انت عندك في الارضيه مثلا عايز تسيب فيها في خلايا في الجناب على اساس ان الجناب بس هتاخد 3 مراحل تشغيل، لكن الارضيه مستخدم مرحلتين بس، فانت مش محتاج سيكنس عالي في الارضيه، فممكن تفصل السيكنس بتاعك بانك انت تيجي عند الباور مان اللي هو وتقوم عامل ايه السايكل دي كده وتدوس على الايقونه دي، ساعتها يقوم هو فاصل بقى تمام كل نص مللي ودي بس خلينا نبتدي نروح عشان نصحى. يبقى لو لما انت بتسم هما الاثنين كده يقوم عامل سيكونس في الجنب في الارضيه واحد، لما تدوس على دي كده يقوم هو عامل ده لوحده وده لوحده. زد هايت زد هايت بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني للموضوع. دلوقتي في حاجه اسمها الزد هايت. الزد هايت ده اللي هو الوشوش اللي انت بتاكلها، اللي هو الستيب داون. الستيب داون انت بتقول له هياكل 3 مللي 3 مللي، طب ممكن انت مش عايز تقول له 3 مللي 3 مللي، انت في اوامر ليها. انت مثلا عايز تقول له المسافه اللي عندك دي اقسمها على 5 مرات، خلاص يعني مثلا على سبيل المثال هي 23 على 5، هو يحسب بقى مع نفسه مع مين تمام. وفي فاليو دي اللي هي الايه اللي تحط قيمه معينه، بس القيمه دي منسوبه للزيرو، يعني مثلا تقول له 3 مللي 3 عند الزد 3 كل تمام. لا يعني انت بتقول له الوش اللي هتاكله بتحدد له الوش فين بالظبط، ما بتقولوش بقى ايه من عند السطح اللي فوق وكل كده، لا عند الزد سالب 5 كله وخلاص انتهت القضيه على كده. طلع وش واحد بقى هو اللي ياكل بقى من فوق، ياكل بقى انت تكون حاسب براحتك، هو كده ولا كده هيقوم نازل وواكل زد 3 مش كده زد مثلا 3 او 3 حسب بقى قيمه الايه او المستوى اللي هو فيه، ما عادش حاجه زي كده. في حاجه اسمها فلات. الفلات دي يعني ايه؟ اقرا كل الحاجات الفلات اللي عندك بس تمام، ولكن ما يفضلش انك تتعمل في الاستيب داون، تتعمل باوبشن تاني موجود. حاجه اسمها انترميديت، لو انت عايز تحط حاجات وسط ما بين الحاجات دي هتشوف الحاجات دي. في شوية حاجات هنا ممكن يعني عادي يعني ممكن حتى بس مش مشكلة. الكات دايركشن احنا قلنا بنخليها كلاين أفضل. فيرم والفرنج باس ده بتفرق لو أنت في حكاية الراستر بتبقى عايز تاخد الوش الأخير. اللاو تو أوتسايد بلوك أو اللاو تو أوتسايد بلوك دي معناها لو أنت شغال في حاجة زي كده هتسمح باللاب تخرج بره ولا لأ؟ طب أنت إيه رأيك لو أنت شغال تسمح باللاب تخرج ولا ما تخرجش؟ يفضل إنها تخرج ما لم يكون أنت في عندك مشكلة في الكلامبنج، او لو انت عندك ابعاد الشغلانه يا دوبك هتعمل ليمت سويتش. ودي حصلت يعني ليمت سويتش هتعمل ليمت سويتش، لكن انا ليه يا دوبك على القد بالظبط شغلانه كبيره شغلانه كبيره ولا حاجه، ففعلا لو انت طلعت بره بلوك او من حاجه صغيره فعلا بقول لك بره بس تعمل ليمت سويتش هتعمل طبعا ليمت سويتش. فانت سوري طب على ايه تعمل ليمت سويتش وتضطر تصغر في خلاص يعني ما تخش بره الايه البلوك. لا هو يعملها برضه. بص لو انت عندك عده كده تمام، العده دي لو انت مشيت من بره كده وكلت هتاكل صح، ولو انت برضه دخلت جوه كده وكلت هتاكل برضه، بس القصه ايه ان انت لما تكون من بره هتاكل في الهواء، هتاكل في الهواء تبقى احسن لك، بس ممكن تعمل لك كلمه سويتش فكده برضه كده ولا كده هتاكل، بس الافضل انك تكون من بره. فافرض انت حبيت تلغي موضوع اللاوتو او تسايد بلوك تبقى عامل بتدوس عليه كده وتشيل صح منه تقول الله وتقول الاوتسايد دي. طبعا انا ايه لو انا لو انا عايز هي مش هتبان في المثال ده، هتبان في المثال التاني. انا لو عملت ده سيف
ممكن تكتبوا مثلا ايه يا سيدي بروجكت رقم واحد 4 فيديو بص هات لو انت بصيت من فوق العدة خارجة بس خارجة بقيمة ايه؟ يعني انت لو انت جيت يعني انت لو جيت هنا كده وقلت له كليك يمين سيميوليشن فروم نيرست بوينت يعني هات العدة كده وقفنا العدة كلها العدة كلها على اساس ان هو هياكل ايه؟ هياكل بزيادة بس هنا هو بقى ممكن تقول نص العدة بقى. هنا بقى اللي ممكن تبقى شوية ايه والله ده خارج العدة كلها كمان يعني ايه مش خارجك ايه ايه مش فاهم يبقى انت لما تحب انك انت مثلا تجيب العدة بتاعتك تعمل سيميليشن في حتة معينة تسأل شوف عايز تشوف العدة مثلا فيها بتعمل ايه ممكن تبقى عامل سيلكت على دي على الحتة دي بتاعت الكوبوس تعمل كليك يمين سيميليشن فور موبيس بوينت بتاعتك المهم ان العدة خرجت بره الايه البلوك فانا لو مش عايز تخرج بره البلوك بعمل كليك يمين سيتنج ايه اقول له شيل اللو تول او تسيب برو تاني بص دلوقتي انت لو عندك ايه اللوكة زي دي فاحنا بنقول ايه انت هتعمل فيها تشغيل هيطلع من بره ويبتدي يعمل تشغيل وهم يجي ياخد الحته دي ياخد من بره بس افرض بقى انت عندك كان هيجيب لك ليميت سويتش معاك فانت مش عايز العيد تطلع بره عايز اخر التول باس بتاعك يبقى جوه الايه؟ البلوك اللي بتشتغل بيه جوه الخانه جوه الخانه طيب كانك عملت لها باوندري بحيث انه ما يخرجش بره يعني فاتت الاكونت العيد ما خرجش بره؟ خرج بره صح؟ بره بره ما خرجش بره كتير من الموت بس خرج بره من الموت هو ده ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها ابروتش اوت سايد برضه كان في مشاكل. ابروتش اوت سايد يعني ما تفضلش الدخول من بره. اتفضل. شوف لو هتيجي راستر. كده ايه ما تخرجش بره خالص ولا تخرج بزيادة ولا كمان لما تيجي الدخلة اللي هي الدخلة بتاعتك بتاعت البداية دي كمان ولا مالكش دعوة بال بتاع من بره بس. طيب هو كده هو عمل ايه؟ خدت بالك انت بقى الفرق بقى؟ ان هو ايه؟ ما خرجش بالايه؟ بالعده بره ما خرجش بس هيشغلها يعني كده ولا كده هيشغلها انت لو جيت بالك كده كده العده ماشيه على الحرف بالظبط هتاكل ايه؟ ممكن نقول كده ايوه ممكن نص عده بنص او اقل من نص شويه المهم يعني ايه اللي هو طبيعي ولا انت في حاجه الرمي فاحنا كنا قلنا ايه الزجزاج انجل اللي هو ايه؟ الزاوية بتاعت الايه الزوم نفسها اللي احنا بنقول عليها 10 من 10 تمام انا كنت بقرا من ال ما نزلناهمش على الكمبيوتر تقريبا هنا فتحت ده ما كانش عارف بس بقص فيها ايه سؤال سحكي دلوقتي
ايه المقصود بالماشين فلاتس؟ الماشين فلاتس دي لو انت عندك حاجات كلها ارضيات عباره عن ارضيات كده هتقابلك مشكله فيها. ايه المشكله فيها؟ انت دلوقتي عندك حاجه عامله كده تمام، جيت قلت له كل المسافه دي عندك عامله كام؟ 23 مللي تمام. جيت انت قلت له ايه؟ كل 5 مللي، يعني هينزل 5 5 5 5، الدقه كام؟ 3 مللي. يقدر ياكلهم او سايبهم ونازل ايه على 3 مللي؟ يبقى كده انت سبت، على الرغم ان انت ممكن تقول له سايب سيكنس كام؟ 5 من 10، بس على الرغم ان انت قلت له سيب سيكنس 5 من 10، على الرغم ان هو هيسيب كتير، نتجت من ايه؟ نتجت ان الحته الفلات دي مش جايه مع السيت داون بتاعك اللي انت عملتها، على الحسابات اللي انت عملتها. لا مش لازم تديله حسابات صح، فيا اما انت وانت بتقول له بيشغل اعتبر ده كمان وش حطه، يعني مثلا مش يعني ما تاكلش الايه الوشوش دي بس، كمان نزود عليها الوش بتاع الفلات ده، او انت ما تاكلش غير على الفلات بس. انت ما تاكلش غير على الفلات بس، يعني ايه؟ يعني ايه المشكله يعني لما يكون 12 مللي يعني تاكلهم؟ كلهم يا عم مش مشكله. يعني زي ما انت عايز، المهم لو انت حبيت ان انت تاكل الحاجات مع يكون الفلات بتاعك هو الدليل بتاعك في الوشوش اللي هياكلها او في الايه كل ايه اريا هو هياكلها، فانت هتقوم عامل ايه الاوامر اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بص هنفتح امبورت فلات اسمه فلاتس دوت جي تي. نزلت اللي هو فلات ده كده، هو طبعا حط الزيرو بتاعك في الايه في الفرش، اسمع علينا يعني نغير البلوكة نغير من الميل ده كام؟ 12 12 عشان نعدي من هنا لغاية الخطوات يعني صح؟ بس نخش هنا بس شوف انا هيك فيلم مش مش انت على فكره ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن تعمل كنترول تي يجيب لك الماوس كده تحرك كده العده تشوف ايه الحته اللي ممكن ما يعرفش تخش فيها. بص هنا مثلا مش هيعرف بص هنا تقوم ايه جايب لك العده كده ايه تحسسك شويه بالايه بالحته اللي ما تقدرش تخش فيها. كنترول كنترول تي يعني عشان نشيل هنا الجزء تي برضه؟ هو نفس كنترول تي برضه. هنعمل تول باس عادي وهنشتغل عادي خالص، بس هنخلي ايه؟ احنا دلوقتي ايه كل مره بناخد امر، فاحنا خدنا ايه؟ السيكنس وخدنا الرامبنج وخدنا الايه الجزء بتاع الريست ماشيننج وخدنا الايريا فلتر، وهناخد بقى دلوقتي مثلا الحته بتاعت ايه؟ الماشين فلاتس اللي هو ده الايه كده هو بص الايريا كلانس عادي خالص 5 و5. وطبعا ايه عشان يحسسك بالمشكلة اعمل لك ان هو ستيب داون 12 يعني ايه يقول هو كده بقى عامل ستيب داون 15 5 على 5 12. بس هنا بقى بيقول لك ايه الماشين فلات الامر اللي هو الديفولت عنده ليفل، انا هخليها اوف عشان اعرف الفرق ما بينهم. يبقى الماشين فلات تاكل الستيب داون، يعني احنا قلنا دي ليها علاقه بالايه بالشيش اللي هو ديفولت او الستيب داون. طيب كده سؤال الله اللي احنا شايفينه لو جينا بقى كده اهو هتبان طبعا كل الحتة الفلات اللي عندي دي معرفش جنبها هيسيب لك لحمية قد كده ولا هيسيب لك لحمية قد كده حتى يكون ما تتفلتش اساسا. انا عاوز اتعمل سيموليشن يعني الحمية اللي هيسيبها لي قد كده حسب بقى على حسب هو انت عندك كل حد عندك لحد 11 مللي ونص مثلا 10 مللي 9 من 10 9 من 10 مش هيروح هيسيبها لك. احنا ممكن نسيب لك كل اللي سيب داون ده لا تعمل فلات بتاعتنا ان شاء الله.
فانت بتقول له ايه بقى؟ بتقول له طب يا عم خد ال 12 معاك وكل حاجه، بس لما تلاقي فلات قدامك خدها معاك. فهتقول له ايه بقى؟ ليه؟ فليفل هيعمل ايه؟ نفس اللي موجود ده عندك هينزل المستوى اللي موجود قدامك. اه ايه فكرة الاخر؟ هو عمل الاتناشرات بتاعته 5 5 و2 قبله راح عامله برضه. اه بس خلي بالك من حاجه، وهنا عمله ولا ما عملهوش؟ اه باين عمله، بس برضه كان المفروض يلزق فيه قوي. سايب ايه بقى؟ سايب السيكنس. ماشي، طب اقدر عملت سيكنس زيرو المفروض ينزل 10 كام؟ ماشي هينزل على وشك انا برضه. ليه؟ تولرنس. سايب التولرنس، سلام الله عليك. بتاتا بقى. هو كده برضه مش هينزل ايه يا عم ده. امتى بقى ياكل بقى اللي هو وشك كام بالظبط؟ اتمنى ده رف، هو كده ولا كده في اعتباره لازم يسيب ايه؟ التولرنس بتاع الواحد من 10 ده عشان حساباته هو، المهم طول هو بيحسب انت حطيت له ايرور يحسب عليه اللي هو التولرنس ده. هو عشان يأمن نفسه. لو انت بقى عملت بقى الاريا والفرق ما بين الليفل والاريا حاجه بسيطه اللي هياخد باله منها يبقى جدع. بص على البتاع كده كويس. ماشي؟ نعم ده كده اللي في الماء الاريا بقى. هو اللي في المستوية الاريا المساحة. مش عارف ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لا باخد نفس الشكل. لا هو الشكل بتاع شوية. واخد التشكيل بتاع الفورمة. واخد التشكيل بتاع الفورمة. لا بس في حاجة تانية برضه ايه؟ ان هو ان انت بتقول له ايه؟ انت كده ولا كده هياكل الوشوش اللي بتاعت ال 12، الوشوش بتاعت الفلات بقى، ياكل فوق الفلات بس ولا ياكل في البلوك كلها؟ يعني ايه؟ فوق شايف الفلات بس. شايف الـ شايف الاريا دي؟ ياكل البلوك كلها فوق الفلات بس. ما هو ده بقى هو ده الفرق بين الاثنين، ما بين اريا وما بين ليفل. ليفل هيعتبرها ياكل لها ليفل، واي يعني لو في خامات هنا هو هياكلها برضه. هتقول له انا مش محتاج ان انا اشيل الخامات اللي بره، ان انا كده ولا كده عندي ال 12 دول كويسين، بس الحته اللي فلات بس امشي فوقي. يعني ايه؟ زي واي كانك عايز تعمل في يعني بعد ما عملت كده هو سبت ال 3 مللي فقلت له اقرا وصل حته الثلاثه اللي عندك بس هو المفروض ان البلوك كام؟ ايوه ما بص هعمل لك سيموليشن وريني شكلها. ده بقى هو هياكل البلوك كلها، بس انا بتكلم عند الليفل اللي هيعمل فيه الثلاث. هياكل الثلاث بس ولا هياكل البلوك كلها؟ معنى ايه؟ بعد ما اعمل كده سيموليشن اقول له كده واقول له كده واقول له اشتغل يا باشا. طب ناكل ايه؟ براحته. بص خدت بالك عمل ايه؟ كان اخد من فوق حته الفلات بس. وهنا برضه اكل ايه؟ بس طبعا هي مش هتفرق فيها. اكل فوق الفلات بس في الليفل بتاعه، اكل فوق الفلات بس. عموما عشان تبان اكتر ممكن نعمل ايه؟ بص انا شايف، خدت بالك انا شايف الوش اللي هو بتاع الاني ده لما اجي اعمله الايه؟ عملت الاري مش كده عملته ايه؟ فوق الاريا بس اللي هي فيها فلات. فلو عملت ليفل هياكل فيها الليفل كلها، يعني هياكل في الحته دي وهياكل كمان من جنبها. ها؟ لو عملت ستيب داون زيرو هعمل ايه؟ اه هاكل فلوس بس. شو يعني هاي فوق؟ ما بحطش فلوس. هاكل فلوس بس ايه؟ بس دي يعني فور فان يعني. لا طب ستيب داون زيرو نزل نزل ونزل كمان. اه بس دي يعني بتدور بتدور مكدر وكده. اه لا مش بتدور مكدر هنا عشان في ارضيه ان هو ودي بقيتها. وهذا كله بس ايه بس ستيت داون زيرو دي قبل ما يعملوا خيار تاني اسمه هنا هو ده. انت عايز تقول له اقرا الفلات بس مالكش دعوه بقى بالايه؟ يعني تاني كنت اعمل 12 مالكش دعوه بالفلات. لا هنا اعمل الفلات بس مالكش دعوه بالايه؟ بالستيت داون خالص. حتى تلاقيه قافل في الستيت داون. في حاجه اسمها سلايسز. سلايسز يعني انت ايه قاري ايه؟ بتقول له انا قاري الموديل كله ما فيهم الحاجات الفلات. هنا تقول له ايه؟ اقرا الفلات بس.
حتى ليه يضلم لك الدنيا دي كلها على بعضها؟ ليه؟ لانه مش هيقرا في في الموديل الا الحاجات اللي بتنزل. الداون ده لما عملته زيرو نزل خد كل الليفلات اللي موجوده على وشها على طول، ما عملش بقى وش واثنين وثلاثه، لا ده نزل خد اول سطح واول ليفل قبله راح نازل عليه هو اول مش اول ليفل، اول فلات، اول فلات راح اخد ليفل عنده كله على طول، واللي بعد منه طلع بقى 20 30 ملوش دعوه. ايوه اللي هو نفسه، بس هو بقى عاملينها بطريقه انضف شويه بدل ما تعمل سيتزنج دي، ان انت تعمل له سلايسز وتقول له فلات، هو كده هيعمل ايه؟ هيقرا بس الفلات ايه؟ بس ونزل هو نزل ايا كان المراد ده، اي كان ملوش دعوه بالستيل داون خالص. وحتى تلاقي بص طالما انت علمت هنا في السلايسز هتلاقي دي اتضلمت اساسا خالص، هيقفل دي كده خالص، خلاص ما ده خلاص خسرتها بقى، مش موجوده عندنا دلوقتي. دلوقتي عندنا في الكلام، وطبعا كل الحاجات دي رغم انها تنويع بس ايه ظريف. في مش عارف حاجه ما اعرفش اذكرها ولا لا، بس احنا ممكن نقولها. ايه بقى؟ انت دلوقتي وانت بتعمل الكلام ده مش عايزه ينزل هنا، مش عايزه ده شغل بونط مثلا، مش عايز ينزل هنا، مش عايز ينزل هنا عشان ما اقدرش. طيب القطر بتاع دي كام؟ مش عارفين نقيسه، نقيسه ممكن نعمل ايه؟ بتاعت المرة اللي فاتت دي اللي هي تونز سناب فلتر انوير الأول عشان ايه؟ نعملش شكل هوا، واختار مسطرة فعلا واعمل له سيركل نقطة تلاتة راديوس 10 تمتر 20. ده قطره كام؟ 20 20. والعدة قطرها كام؟ 12 12. طب اقول له بقى حاجة اسمها اجنور هولدز، واقول له السري شوت بتاعك 2. دي معناها ايه بقى؟ ان كل الهولدز اللي قطرها 2 في 12 ما تقربش جنبها. يعني قد العدة، قد قطر العدة مرتين، قد قطر العدة مرتين. موضوع الدخول التاني ابص عمل ايه؟ كانها ايه؟ مسدود صح. بس ايه هو نزل تحت هون، خلي بالك اهو. نزل تحت ليه؟ ليه نزل تحت؟ عشان التحرك عامل هنا ما بيحطهاش في الحسابات. طب استنى ما خليتها ايه؟ 4. المفروض ما ينزلش تحت. سلام. صح؟ خلاص يبقى هو انا اهوت عشان ما يحطهاش في التشغيل بتاعك، لكن هنا برضه اكتب معاه هنا. هي ما مش هينزل تحت. هتقول لي طب اذا ايه فايدة اللي احنا عملناه دي بقى؟ بص هقول لك، لما يجي يعمل السطح اللي فوق يجي عند الحتة دي ويمشي يعدي من فوقيها ولا ياخد من حواليها؟ يعني لو جيت عملت دي كده اهو، على الرغم ان انا عامل هنا اثنين. بص عمال يجي عند الحته اللي بتاع دي وقاعد يلف من حواليها وما نزلش تحت، بس قاعد يلف من حواليها. فالاحسن ان انت تقول ايه؟ قافل بفاتح دي وفاتح دي، تمام؟ ان انت تقول له انا كده عشان استعرض بيه الاول، انت مش شرط تستخدم كل ده، بس احنا ايه نفرض بس في الايه في الكلام يعني، بس احنا ايه نعرف ده. في بقى حاجه ثانيه، طريقه اظرف واسهل من الكلام ده كله، ان انت الحاجه اللي انت مش عايز تعملها سدها، حتى عشان تسد على نفسك ايه او تسد على اللي شغال باب ان العده ممكن تنزل يصحى عليه، يدوس على الاوبشن بتاعه موجوده قدامه قدام عينيه. طب دي تعملها ازاي بقى؟ دي ممكن تعمل باوندري، وده برضو عشان ايه نستخدم باوندري ونشوف. تقول له كريت باوندري يوزر ديفايند، وراك مجرد ما وقفت على الصفحه انا في اليوم. لا لسه انا وقفت عليه، وبعد كده اقول له ايه؟ لا اقصد هو اتعلم كده، عملت عليه سلكت بس الماوس مجرد ما مش عارف تعمل ده كده. فاكر عملت على الدكتور ولا عملت على الصفحه؟ الصفحه. انا من الاخر عايز الدوائر دي يعني. ماشي. او انا عامل ايه بقى؟ مختار كده الدوائر دي. شفت؟ خلي بالك انا قصدي الباوندري بس. انا كده اخترت ايه؟ اخترت الدوائر بالصفحه يعني. الدوائر لا انا عايز الدوائر بس. وبقوم اعمل هنا كده واقول ايه؟ كليك يمين على المودلز. على الموديل واقول له كرييت بلان، اقول له ايه؟ بروجيكت. بكده انا ايه؟ سديت تاني. كرييت داون. انا عايز اعمل فولدر على كل التوب دي، ممكن اختار التوب دي برضو كفكره.
لا هتفرق فوق دي. هو الدولة اللي انا بحط حد بيعمل معمول تحديد ولا بتعمل زي خط كده تحدد بيه، المفروض ان انت تحدد بيه تشغيل، يعني بمعنى صح ايه؟ انت مش شرطك انك انت تعمل تشغيل في كل التشكيل اللي موجود قدامك، ممكن تختار مثلا عين واحدة تعمل فيها تشغيل او حتة معينة تعمل فيها تشغيل. تمام. بس الباوندري ده انا بختار ده، انا اعمل فيه التشغيل ولا ما اعملش فيه التشغيل؟ حسب بقى ما انت بتقول له. وهو بيقول لك هتعمل تشغيل، بيقول لك انسايد باوندري ولا اوت سايد باوندري؟ انا عايز الباوندري كذا انك تشتغل من براها ولا من جواها؟ هو هيقول لك يعني دي هو يراقب. المهم سواء اخترت الدوائر او اخترت السطح اللي فوق او طبعا اللي فوق، وتقول له انت كده اخترت الباوندري. تمام. واختار الباوندري اللي عندك دي كده كلها، واقول له كليك يمين على المودلز كرييت بلين. هي يعني الموضوع ابو هيجي يقوم حاطط لك هو بقى ايه ده. ولا تقول ولا تنسى ولا تعيد، كل الحاجات دي طرق ان انت ازاي تستخدم الاوامر بتاعت الفلات. ولو تلاحظ ان هو عامل الافراد ده حاجات كتير ليه؟ عشان خاطر الفلات ده من اشهر الحاجات اللي بتستخدم وموجود كتير في الاسطمبات. يعني مثلا في الشغل بتاعك انت الشكل ده ممكن تعمله على فكره جي كودز وكده، بس لو جات لك رسمه مش اسهل لك؟ اسهل طبعا كده، وقت معامل وتقول له اعمل كل الحاجات اللي كده. طب اللي احنا بنعمله ده كل الكلام ده رف، في حاجة بقى اسمها فينيش للفيلات بس، مش عارف اقولهولكوا دلوقتي ولا لما يجي لك. خليها لما يجي لك خالص. خلينا نكروت الكروت كله بعد كده نخلي بالنا. نكروت الكروت. فاكر مفهمتش الفينيش. اسد الشمال اللي قلت اولا. طيب يبقى احنا كده لو احنا حبينا نرجع نقول الكلام اللي احنا قلناه النهارده، عشان طبعا ايه بنحاول ان احنا نحدد الوضع ايه. بص احنا بنتكلم دلوقتي ان في حاجه اسمها 3 دي ايديت بريمتس، في نوعين منها. في نوع اللي هو الراستر اللي هو رايح جاي رايح جاي وممكن، وفي نوع اللي هو ايه ياخد الشكل نفسه كتقليل وهو بيعمل ماشينج، يعني ياخد نفس الكنتور ده ناخد الماوس ونخرج من بره وناخد الماوس ونفضل ماشي معاه كده. تمام. في عندك حاجه اسمها سيكنس والتولرنس، وقلنا ايه الفرق ما بينهم. تاني بنستخدم الراستر ايه ده كليرنس، وبعدين بنستخدم الاوبشن اللي فيه الشايب بتاع السيكنس والتولرنس. تاني السيكنس هو المقدار اللي انت بتسيبه حوالين الشكل، سواء كان راديال او سطح. راديال او اكسل. ده السكنس، يبقى شويه اللي انت بايه بتسيبهم عشان خاطر لما تيجي تعمل تشغيل ما يقربش ما بينهم خالص. ايه؟ لانك انت ولا كده هتنزل بيهم ايه في الفينش. التولرنس بقى مدى دقه التول باس نفسه، يعني التول باس وهو ماشي كده اهو، انت لو عندك شكل زي كده انت قلت ان انت هتسيب ايه في سيكنس كده. طب الشويه بقى لما يجي يمشي كده، ما هو ده مفيش عندك في الان سي شكل كده بيطلع كده يا خطوط يا ارقاط، فلما يجي يعمل خطوط وارقاط لما يجي يستقرب يقوم ماشي حوالين ايه الخط بتاعك. وزين التولرنس كام حسب ما تقول؟ فاهم قصدي؟ ليه هيمشي حواليه كده؟ لان هو مثلا لو هو دايره كده وانت سبت السيكنس بتاعك كده هو هيمشي كده. ايه؟ واحد الله. لا مش مفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن باور نت وعرفنا بعض الاوامر الخاصه بفتح البرنامج وزي وقلنا المقصود بالاريا فلتر دي ان انت لما تيجي تعمل تشغيل لحاجه معينه عايز تتجاهل الكورنرات اللي موجوده او الثقوب الصغيره اللي انت ممكن ايه تتجاهلها، فبتدوس ايه عليها يقوم هو ايه يعني شايلها من الاعتبار. تمام. الاوفست اريا كليرنس احنا ما قلنا بقى ايه ده النوع الاولاني هو الراستر. النوع الثاني بقى اللي هو الاوفست اللي هو بياخد الشكل اللي موجود قدامك ده ويستخدم له كدليل هو شغال. الاوفست اريا كليرنس احنا قلنا فيه ان انت في امر في الليد ان اسمه رامبنج، بدل ما هو ينزل اسمه ده في الراستر، لا ان هو ياخد ايه بالكيرفتشر خصوصا ان هو نازل في قلب الايه الشكل. فلما يجي ياخدها واخدها ايه بشكل هيليكال فايه رايح العده. وفي حاجه اسمها زجزاج انجل اللي هي زاويه بتاعت النزول والقطر اللي هو يشتغل بيه بتاعت الهيليك نفسه عامل ازاي. ودي في دوت ليه؟ ليه اهميه؟ انه يكبر انه يصغر؟
ما يقلش عن كذا، هو المفروض بيديك رينج ان هو ما يقلش عن كذا. انا كنت لعبت بس بالكوتش. ما هو هو بيبقى 7 من 7 مثلا 8 من 10 حدود دي، 7 8 من 10 من كتر اليد. القطر بتاعه يبقى 7 8 10 من كتر اليد، او قد خطر اليد مش هتفرق يعني. ولو عملتها كتير هي مشكله، بس انت عملتها كتير يعني هياخد بس مساحه كبيره، ياخد وقت كتير على ما ينسى. وعموما الحاجات دي كنت شفتها في الكتاب بتاع دورنا في التكنيكال، حاجه اسمها تكنيكال داتا كده بيسموه كده، كان موجود فيه بتاع الرمل ده، اراه هيثبت لك المعلومه كويس ممكن حد يستخدمها. تمام. هو اللي في حاجه اسمها ريست ماشينينج، والمقصود بالريست ماشينينج ان انت عايز تعمل تشغيل بعد ما انت عملت تشغيل بعده اكبر، ففي حتت ما دخلتهاش العده الكبيره فعايز تدخلها بعده اصغر منها، فتستخدم الامر بتاع الريست ماشينينج بحيث انه يدخل بس في الحتت اللي ما استطاعش العده اللي فاتت ان هو ايه يخش فيها. وصلنا. قلنا في حاجه اسمها راديال سيكنس واكسل سيكنس، وقلنا لو انت حبيت مثلا عندك الارضيه، الارضيه دي مش هتاخد مراحل التشغيل كلها اللي هي رفوس مثلا فينش، هتاخد مثلا رفوس فينش بس، فانت مش محتاج ان انت تعمل فيها ايه سيكنس كبير، فانت عايز تخليها هي لوحدها سيكنس صغير، فبتدوس على امر السيكنس ده وتخليها ايه، تخليها هي نفسها بتاع الاكسل ده يبقى قيمه اقل او زيرو حتى لو انت عايز ايه مش عايزه يعمل فيها تشغيل يعني، او عاوز يعمل تشغيل فيها. قلنا حاجه اسمها فلات واتكلمنا فيها كتير شويه. ليه؟ لان موضوع الفلات مهم ومن الحاجات البسيطه كتير. لو انت عندك شكل زي كده باختصار، افضل حاجه فيهم ان انت تعملها ليفل اللي هو ياخد كل الحاجات بما فيهم ايه الجزء اللي فيه فلات، يعني ما صح لو لقى اي فلات في وسط الشغل يمشي عليه ويمشي، ممكن حتى يكمل بلوك لو هو عايز ايه يكمل بلوك مفيش مشاكل، وده الديفولت بتاع البرنامج. وقلنا في حاجه اسمها ان انت ممكن تختار في الاوامر انك تخلي ما يقراش غير الفلات بس، ان عن طريق ان انت بتكون فاتح الايه الجزء الثاني من الويندو وتقول الماشين سلايسز بتاعتك هي الايه انها تكون فلات بس من غير ايه اي شغل. تمام. وبكده يبقى خلصنا الحاجات بتاعت ايه الـ الـ انا بقى ايه مصر ان بحس ان احنا على 9 9 ده حلو ونضيف، ان احنا نعملين ديليت اوت كده اهوت، ونعمل نستخدم الاول بتاعت 2 دي لانها ظريفه بصراحه. في الباور ميل الجديد ده ميزه ان انت ممكن ترسم في الايه في البرنامج، تقول له مثلا جديد باتل ديليت اوت اهو، لا تعمل باتل نفسها اساسا ممكن ترسم فيه. ماشي. بص يا نوت كيف ما كانش موجود خالص، بيطلع لك بار قريب من البار اللي موجود في الباور شيب ممكن ترسم بيه. تمام. ممكن تبقى عامل جريد كده اهو، بترسم ايه بوكت كده ظريف. ممكن اهو فقرات كرة ده فتح نعمل باترينز. ميزة الموضوع ده ايه بقى؟ دلوقتي عملت ايه؟ عملت باتر عبارة عن خطوط واركات، هو شايف خطوط واركات. ممكن تعمل الباتر او للتو دي ده انت اولا عملته في الباور ميل، ثانيا ممكن هو نفسه تعمل له ماشين. الخط ده بس تعمل بقى منه ايه؟ انت مش هتعمل اكسترود، هو بقى فاهم هو هيمشي عليه، احنا نديله اعماق بس. تدي له اعماق بقى وبتاع والكلام ده كله وهو يشتغل عليه. فدي ميزه طبعا موجوده فيه، انت تقول له ايه وفي منه ايه انك انت تفضي جواه برضه يعني، انت اكنه هو بقى هو شايف بقى بوكت بلوكه لا اكنه بقى في بوكت جواه هتقعد تفضي جواه والكلام ده كله. وفي ايه ان هو ممكن يعمل بروفيل، خلينا في البروفيل. بتنفع برضه ايه في اوامر المجاري مثلا، لو انت هتعمل مجرى عايز تفتح مجرى فعايزه يمشي على الخط ده نفسه. تمام. يعني انت عايز بطول وعرض للخط. يعني انت اكنه هيمشي على البتاعه كده يفتح مجرى واخده نفس الشكل ده كده، فكل الحاجات دي برضو بتنفع فيه. بتقول له الكيرف اللي انت عملته اللي هو كيرف واحد، وممكن الحاجات دي على فكره تنزلها 2 دي وتدخلها بس البتر. تمام. هو كده فهم البتاع دي كده. بتبتدي تمشي معاه واحده واحده حتى تلاقي الويندو موجود فيها ايه حاجات كتيره يعني ظريفه. بلوكه ممكن تختار اي بلوكه مش مشكله. الموديل اساسا خلاص مش لازم بلوك، ايه البلوك بتاعي الموجود ايه؟ موجوده كمان من هنا كمان كويس قوي. طول العده دي طبعا مهمه. ترى عده ايه بقى؟ اندمج مثلا 12 مفيش ليميت في شكل لاين او كونفنشن
هي دي بقى المرة الثانية كتر كومنسيشن، بس هنعمل أول ما نقول كتر كومنسيشن بعد كده هتنطق. العدة متأكد بس كل حاجة شغال. الليمت بقى بس هو يمشي دلوقتي ايه؟ don't allow tool to tip outside، allow the tool to outside دي خارج الخامة، دي جوه الخامة. نجرب حتى كتر كومنسيشن. نقول ايه full radius minimum radius 1 من 10، يعني اصغر عدة تحطها 1 من 10. طبعا في شدة تحطها 1 من 10، بس هو عشان ايه لازم تحط له الليمت ده. لما جيت عملتها كان مفيش، فاكر عملتها يمكن من بره عشان كده مفيش، ممكن من جوه. لا مش كده، هو مكتوب مفيش غير باترن قدامه، فانا ايه خلي له المينيمم ده. فعرفت له قلت له ايه ان هو ايه الطريقه ان هو يستخدم ايه. تانيا بقى زي دي موجوده في الاستاسيس يشوف ايه. فكمان لو عندكش في موديل كان قلت له اكتف باتر، المفروض يكون في موديل موجود فيه ده حاجه دي. المهم يعني عملت اكتف باتر وخليت المينيمم بتاعك وليكن ايه سالب 50. لازم عشان يعرف يعمل كتر كومبنسيشن انك تخلي له ريد واللينك ارات. معنى ايه؟ ايه اللي بيقول لينك ده؟ الدخله، شوف هو داخل دلوقتي من فوق. لا، عشان يعرف يعمل كتر كومبنسيشن صح لازم تقول له الدخله بتاعتك هوريزونتال ارك. ديستانس كام؟ انجل 90، هتبان اكتر يعني. الريدس بتاعك سي 6 و ليد ان نفس ليد اوت، يعني نفس الكلام في ليد اوت. في بص بقى، لو انا جيت فتحت بقى التور باص دي من الحاجات ايه اللي انت تقدر تعملها، الحاجات السريعة تستخدمها جميلة جدا بصراحة. انت ممكن تعمل التور باص كده هتلاقيها في علامة صح بعد كده. بص بقى يقول لك ايه، يقول لك هو فعليا هاكل ايه، يديك اللي هو ايه، هو نمط بيديك التور باص صح. هنا بقى مديك هو فعليا هياكل ايه، يعني ايه الحتة الحاجات اللي هو هياكلها. بص بقى انا عايز اوريك كمان ان سي بروكن اللي طالع. ماشي ستاندر مفيش مشاكل. هبيع على الديسك توب اوف ماي دوكمنت. ماشي تاب مفيش مشاكل. جي 41 تمام، جي 40. حضرتك نقلت من كنترول ايه من الشمال لليمين؟ كنترول ايه، كنترول شيفت، يعني بختار كل حاجه واقول له كنترول شيفت المهم يبقى عندي بس ما بيعرفش الشمال هو انجليزي بيبقى رخم. ولو انت مسطر بس ممكن تسهل عليك تمام. يبقى حط ايه، لو كنت خدت بالك كنترول بص اللي طلع حط لك شيء 41 شيء 41، دي بقى دي معناها ايه ان انت ممكن تحط عده لحد ايه 1 من 10 تمام. يبقى انت كده مجرد ان انت عندك، طب افرض عايز بقى تعمل بقى ايه مستويات منه بقى. بص يا سيدي، فلور انت النقطة هتقول له الفلور ده لوست زد هايت وليكن سالب 3.
وعمل ايه؟ اكل عند زد سالب 3. افت انا عايز اكلها على كذا وش. تقول ايه؟ طب ماشي ماشي. هي اكيد على فكرة موجودة بقى في التانية، اللي هي ايه؟ اللي هي انك تهد بيه. تمام. ممكن الاتهاد دي تعملها كام؟ وليكن مثلا كل نص مللي نص مللي، حط القيمة دي. اي قيمة مش مشكلة. 30 عادي مش مشكلة. ده هياكلها على نص مللي نص مللي. 30 دي اقصى حاجة يقدر ياكلها، لكن كده ولكن انت قلت له ان هو انت ايه؟ كله وش في نص مللي. ان هو هيمشي لحد 3. الميزة بقى في ده ايه؟ في البرنامج اللي طالع ده، ان هو عامل الارك ارك والخط خط، فاهم؟ لكن لما انت رسمت البتاع دي على باور شيت وتنزله هنا تلاقيه يقعد يقطعها، يقعد يقطع يقطع بس ما فيه. تمام. هنا في اوبشن عندك ان هو ايه، حاسس بالكيرف وعامل ماشيني من جواه من غير ما تختار انك كنت ترسم موديل مش عارف كام كله. تجيب بس 2 دي وتقوم شغال فيها على طول. فدي برضه بتنفع حاليا نحب ايه، ان في رسومات مثلا بتبقى جايه لك مكانك انت، على في رسومات بتبقى جايه لك مكانك رسومات 2 دي بس راسم لك كده هوت اللي هو عايز يعمله مثلا 2 دي، تاخد الرسمه وتشتغل مثلا عليها على طول، زي قوالب راس الراس ومش عارف قوالب راس الفوي والحاجات دي كلها، تعمل مثلا حاجات زي كده. وحتى تاخد احيانا تشكيلات كده ايه، مش ماهياش مربعات مثلا حاجه تعملها برنامج، لا واخد تشكيل كده ايه على داير فيها شويه تشكيلات كده، ممكن تبقى في نفس الوقت 2 دي. هو ممكن ايه تعملها، وممكن كمان تعمل لها درافت. درافت يعني ايه؟ يعني ممكن تحط فيها سلبيه ونغطوا شوية من حيث لو ظريف على فكرة. بتاعتي ما كانتش موجودة ولا في 8 ولا في 7. يعني دي من ضمن الحاجات الجميلة اللي موجودة في ال، يعني الدرافت انا هحطه مع اني ما رسمتوش. انا ما رسمتوش. اقوم ايه حط عندي لو ترى الدرافت عشر درجات كالكوليت دي بينفذ بينفذ بس ما شاء الله عمل لك ايه؟ عمل لك فيها سلبيه. يبقى انت مش شرط انك انت ترسم حاجه وتعمل لها كسور بسلبيه، طالما ال 2 دي ده هيسهل عليك، وكمان هيطلع لك التوب باص اللي عندك اللي بتطلع عندك الارض بتاعتها ايه كويسه، والار ار وكل حاجه هتطلع كمان ان شاء الله. عاوزين بقى نعمل حاجة ظريفة قوي، هنعمل import model وننزل مثال اسمه فون. أنا مفيش فون، خليه ماوس. بس ماوس ده لذيذ أوي. أو شفت ماوس كده؟
عاوزين بقى نعمله تشغيل. بيشتغل بيشتغل بالرجل اهو. دوس عليه من الباوز بتاع العربيات. ايه دي؟ نزلت الهبوب؟ يعني كانت ساعة.